ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. رجعت لكم بفيديو جديد. لو لسه اول مره بتشوفي القناه بتاعتي، ما تنسيش تشتركي فيها من الزرار الاحمر اللي تحت وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد انا بقدمه في القناه بتاعتي. وفيديو النهارده هو تنظيف بشره من البيت بمكونات سهله وبسيطه، وهنجرب النهارده جهاز جديد اسمه الالتراسونيك. صح، مش عارف اسمه الالتراسونيك. ايوه، ده جهاز بيزيل الدهون، وانا بشرتي مليانه دهون ومجهده، في حبوب تحت الجلد ومتنيله بنيله، بقالي كتير جدا ما عملتش تنظيف بشره عميق، يمكن بقالي 3 شهور ما عملتش. فانا محتاجه جدا 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 الجلسه دي، ف ما رضيتش اعملها لوحدي وقلت اشارككم بيها. يلا بينا نبتدي، واول خطوه هنجيبها راح اجيبها لكم. بصوا بقى يا بنات، انا قلت لكم قبل كده ان ممنوع حمام بخار للبشره. طب احنا يا ميرا هنفتح المسام ازاي عشان نستخدم الجهاز ده؟ هتعمله كالاتي: هنجيب مناديل وبنجيب ميه، مش عارفه الضفيره بتفك مني ليه، مناديل وميه مش سخنه قوي ومش ساقعه، اللي هو دافيه، ازيد من الدافيه بشويه، وهنعمل كمادات على بشرتنا بحيث المسام تتفتح باقل ضرر. انما ان انت تعرضي بشرتك لعشر دقايق بخار مباشره يدخل ويطلع في المسام كده، ده بيدمر الكولاجين. احنا هنحاول نفتح المسام بس بشكل رقيق وبشكل ما يضرش البشره ولا يجرح البشره. تمام، انا هوريكم دلوقتي، هعمل قدامكم مناديل عاديه خالص، اي نوع من انواع المناديل. تمام، وهنعمل كده اهو، بنعمل كده يعني، هنقسم بقى كده بعد ما احنا قلناهم على حسب المنطقة اللي انت حاسة ان هي مليانة دهون. بصوا بنغرقها كده، هي اصلا طلع منها بخور شوية، اصلا مستحملش المية السخنة، بس بسيبها تبقى. انا ما بستحملش الميه السخنه، صعبه بشرتي، فهنعمل كده. هروح بقى اكمل وارجع لكم تاني. بنات، كل ما المناديل تبرد بتسخنوها تاني، تمام، يعني تدفوها يعني تاني عشان بس المسامات تتفتح كويس كده. دول بردوا شويه، هرجع باللهم تاني. كده انا فتحت مسام بشرتي، بشرتي دافية طبعا. فده شكل الجهاز يا بنات قبل ما افتحه اهو، بس انا عايزة افتحه بسرعة قبل ما بشرتي مسامها تقفل. ده اسمه الالتراسونيك، تمام، هفهمه لكم بقى. انا كده كده هعمل لكم ريفيو كامل عنه يعني في الفيديو ده، بس مبدئيا انا هستخدمه، ده اول مرة استخدمه فيها، بس الريفيو كامل حلو ولا وحش وكل الكلام ده بمكوناته بكده هعمل لكم ريفيو كامل عنه. بصوا ده شكل الجهاز من جوه، بس قبل ما استخدمه ثواني، ودي ليكي يعني قبل ما تستخدمي اي حاجه خالص بتجيب الكحول وتقومي رشه عليه، يعني ده ليكي انت بقى. سوري ان انا كل شويه مشغوله بس عشان خاطر، تمام اهو بقى يطير، نديله فرصه يطير، نقول معلومات عنه لحد ما البتاع ده يخلص. الجهاز ده بيتباع ب 160 و 150 و 125، انا واحدة من الناس اللي جبته ب 125، تمام، كنت جايباه من جروب دنيا. اللي عايز دنيا يكتب لي في الكومنتات، اعمل لنا سيب لنا الرقم او الجروب، وانا هسيب لكم الجروب بتاعها، قولوا لها ان انتوا جايين من عند ميرا مرون، وانا ممكن احطه اصلا تحت في اول كومنت مثبت. تمام، الجهاز ده المفروض ان انت فتحتي كده مسام بشرتك بيبتدي ان هو يسحب كل الدهون اللي في بشرتك. ازاي كده؟ سلبي كده يدخل سيرم، كده ايجابي ان هو يطلع الدهون من بشرتك. تمام، تعالوا بقى كده نديله مسحه. وهو ليه 3 سرعات يا بنات اساسا، يعني هو ليه 3 سرعات. انا اول مره استخدمه على بشرتي، هو كده شغال على اول سرعه. لا بصوا هو مثل ما كده، هو لحد دلوقتي ما طلعش معايا حاجة.
هو يعني يا بنات بدأ يطلع دهون بسيطة. حاسس انه بيطلع حاجة بس مش باينة، بيطلع دهون بس بصورة بسيطة خالص يعني. انا مش عارفة هو بيعمل ايه، هو بيقشر، انا بشرتي مقشرة اصلا ولا بيعمل ايه؟ هو مش عارفة، حاسة انه مش بيعمل ايه حاجة. هو كده بيسحب المية اللي اوريدي اصلا كانت في بشرتي. طب نجرب الناحية التانية كده. لو بنسان بشرتي كلها متفتحة ومستنية يعني. انا مش عارفة، انا شايفة انه بيطلع بس حاجات بسيطة يعني، يمكن عشان يعني اول مرة مش فاهمة وخايفة. هما كانوا بيقولوا ان احنا نحط سيرم عشان يبدأ ان هو يشتغل، فانا هجرب كده احط سيرم. هجرب احط سيرم وانا بستخدمه. خلينا نجرب لحد ما نشوف. احط السيرم ده، انا كنت جايبه الست دي من فرسالي برضه. هقول لكم، لسه ما قلتلكوش الحاجات دي في المشتريات. ف نشوف. ما بيقولوا رطبي بشرتك قبليه، هم في بيقولوا كده مش عارف بقى. هو كده السيروم امتص يعني، السيروم كده امتص خلاص، بشرتي بقت جافة جدا. تعالي نجربه بقى تاني. فين؟ هو كده يعني بيطلع شوية، حرام يعني. هو كده بدأ يطلع لما أنا حطيت السيروم، فعلا بدأ يطلع. هكمل وارجع لكم. طيب بصوا بنات، الجهاز ده يعني حلو. هو بصوا لما مناخيري شوية شال دهون، بس مش للدرجة اللي هو حسيت ان انا يعني خالية من الدهون بعده، بس هو للأمانة بيشيل بجد. وكمان سعره حلو جدا، سعره مناسب يعني. انا هطهره طبعا بعد ما استخدمته. تعالوا نشوف هنعمل ايه بسرعة كده، نسيبه بقى يجف كده مع نفسه ونشوف بعد كده هنعمل ايه. احنا كده شلنا كل الدهون، عايزين نعمل خطوة السكراب. السكراب اللي هستخدمه النهاردة هو السكراب ده من ايفا بالعسل. ده انا بجيبه على طول، بس ان شاء الله لما يخلص، وقعد معايا بقاله فتره كبيره، لما يخلص هجرب واحد تاني. تمام، هروح اعمل سكراب لبشرتي وارجع لكم. انا كده خلاص عملت السكراب. تمام، السكراب خطوه مهمه جدا لانه بحس هو اللي بيفرق في بشرتي بصراحه كبشره دهنيه يعني. ف هنبدا نطبطب. هي البشره اصلا مش ناقصه اجهاد، هي متمرمطه لوحدها.
مين اللي هو ايه ده؟ جه وقت دلوقتي الترتيب لازم نرتبه طبعا بماسك. اللي عنده شيت ماسك يبقى حاجة كويسة جدا، اللي ما عندوش شيت ماسك زي حالاتي يعني طبعا الماسك المعروف العسل. جماعة في ناس بتستغرب ايه ده هنحطه عسل او هنحطه عسل فيها ايه لما نحطه عسل. طبعا الفرشة اللي بحط فيها الماسكات، تحطي بيها الماسكات قصدي جوه، فانا الكسل مموتني سوري بقى على اللغوصة انا بعملها دي. فاكرين سيشن البت اللي اتريقوا عليها على النت اللي ماسك العسل عم دي عبيطة دي؟ بس انا بقيت شبهها دلوقتي. جماعة العسل من الحاجات اللي بترطب البشرة، بتزود فيها المرونة وبتملي كمان التجاعيد مع الوقت. بس انا ما بنتظمش يعني، انا لو انتظم في الحاجات دي بشرتي كان زمان غيرت 180 درجة. وشعري انا لو انتظم على الوصفات شعري ده والله العظيم كان هيبقى طويل جدا وتقيل. بس انا مشكلتي كلها عدم الانتظام. هاي راسي حتى تحت العين. اوكي الشفايف الغلبانه دي ملهاش نصيب؟ لا طبعا ليها نصيب. عملت لها النهارده سكراب، استنوا سكراب العسل بالقرفه. لا لا انت ايه اللي جابك هنا؟ بكره بقى الماسكات عشان شعري. بصوا عملت لها العسل بالقرفه بالسكر عشان انفخها، وكمان لونها باهت كده وحسيتها مقشره في شكلها بصراحه ما كانش عاجبني. هديها كده أمر. بصوا بنات كانوا بيقولوا ان القرفه من الحاجات اللي بتنفخ الشفايف، بصراحه انا مش عارفه الموضوع ده حقيقي ولا لا. فاول مره استخدم القرفه على شفايفي وشكلها اخر مره. هسيبه بقى شويه على وشي وهرجع عشان نشوف بقيه السكين كير، بقيه الخطوات اللي احنا هنعملها عشان خاطر ننهي اللخبطيطة اللي على بشرتنا دي وكده، عشان خلاص البشرة اكتفت. فهروح كده عباية ما ينشف وبعد كده هرجع لكم اقول لكم نعمل ايه عشان نرطب بشرتنا كويس بعد كل الهامجية يعني. هبقى امرمر. بصوا بنات اهو انا كده غسلت وشي من الماسكات. بصوا شكل شفافي موردة شوية كتير يعني، بس ناعمة اكتر. هنجفف وشنا دلوقتي. هنبتدي بقى ايه رحلة غلق المسام والترطيب. بصوا كده عن قريب يعني بشرتي اتحسنت شوية. اهم حاجة عندي مناخيري نتفت. تعالوا بقى نقفل المسام بتاعت بشرتنا معايا. خلي التفاح تونر، خلي التفاح اهو. نبدأ نقفل المسام عشان احنا بوظنا الدنيا خالص. هنبدأ بالطبطبة كده لان هي مش مستحملة، مسامات وشي بتلطم مني حرفيا. هعمل كده اهو وهكمل كده والتونر ده كده خلاص. هرمي الحبة طول والهدول وهعمل مكانه كده كده. هشتري اخر الشهر ده ان شاء الله، النهاردة 14/1 اخر الشهر يعني 30/1 او حاجة. هشتري تونر جديد كده كده شكله حلو، الفكت بتاع حلو مش شكله كشكل. يلا نبدأ بقى الخطوات التانية كده. قفلنا المسام بتاع بشرتنا. ايه هنعمل دلوقتي؟ 3 خطوات. تمام هنعمل 3 خطوات. التلاتة
ثلاثة لا يقل أهمية من بعض. بصوا بقى عبالة ما بشرتنا تجف كده من التونر نكون حطينا الاي كريم. الاي كريم اللي انا بستخدمه الايام دي بنات هو ده من لاف ناتشر اللي هو بجوز الهند، هو ويز اورجانيك الوفيرا، بالالوفيرا والكوكونات ووتر بماء جوز الهند. تمام كده خلاص، يعني هو التونر قرب يجف على بشرتي. استخدم ده، بصوا هو قوامه جل، هعمل لكم ريفيو كامل عنه صدقوني ما تخافوش. اهو بصوا هو جل بس هو نفع مع بشرتي لان بشرتي دهنيه. اهو يا بنات، وما تنسوش المكان اللي فوق ناس كتير بتهمله، انا ما بهملوش. اهو ده شكل طريقه الوضع. اهو بتعملي بالصبع ده ليه؟ عشان ده ارق اكتر على العيون. تمام كده وشي جف التونر، نبدا نحط المرطب. المرطب انا عشان البول بتاعي، المرطب اللي هستخدمه النهارده هو ده من لاف ناتشر من اوريفلام برضو بشجره الشاي، حلو جدا جدا جدا. هو ده بصراحه كان منقذ ليا، كان منقذ ليا جدا. شوفي ما تنسوش برضو الرقبه عشان هي مهمه جدا طبعا. اهو مش عارفه الرمش بتاعي بشرتي نامه الى حد ما يعني. بصوا بقى بعد كده يعني الترطيب لوحده ما بقاش كفايه في الشتاء بصراحه، ده اللي انا بدات الاحظه. عايزه ارطب شفايفي، استخدم الليب بالم ده من اسمه يا ربي الكتابه بالابيض، ف سكان لون. بصوا بنات هو يعني سكان لون اول مره اسمعها من زرق. ده كان جاي لي كادو، كان جاي لي هديه من البيج بتاع الدنيا برضو. بصوا هو ده شكله من جوه، هو مش بيدي لون بس للامانه ترطيبه تحفه، بيخلي الشفايف زبده. هوزها كده اهو كده، ترطيبه فوق الرائع بجد، نفعني جدا نسيت ما جه يعني. بعد كده هستخدم السيروم الاخضر ده من فرسالي كاخر خطوه في العنايه بتاعتي. بصوا هو لونه من جوه كده زيتي يعني مدي على اخضر شويه، فهملاه كده وهبدا استخدمه نقط بسيطه خالص. السيروم ده هبقول لكم الفوائد بتاعته لما اجي اعمل لكم بقى ريفيو عنه. انا بستخدم التلات انواع، جزء ده برضه كده بستخدم الابيض حاليا والبينك والاخضر. قوامه خفيف دي. انا من المساج كده والرقبه بنرفع لفوق طبعا. حلو ان انت تبداي ان انت تضيفي على روتينك حاجات تانية كتير. لو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب للقناة وشير لصحابك عشان القناة تكبر بيكم. بحبكم يا احلى متابعين في الدنيا، وتوحشوني لحد الفيديوهات اللي جايه.